السلام عليكم خوتي اخواتاتي المشاهدين ديالنا، كيفكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا على خير وبخير نتوما وليداتكم. قدم تحيه للمغرب من طنجة للبويره صغار وكبار، تحيه للدول العربيه، تحيه لخوتنا الجزائريات خوا نقول لكم الله يخطيكم البنات، يقولوا لي ماما مالكه ماما مالكه، نقول لكم شكرا لكم الله يخطيكم بنياتي وليداتي اختي امينه سميتها زبيدة، الأخرى موسى موسى، عباس عباس، وفاء، مينيجي، أميرة، شكون أخرى؟ شهد، المهم البنات كاملة اللي نسيتها تسمح لي، نونو، ني نيني ولا، المهم اللي نسيتها البنات تسمح لي، البنات تاع الجزائر تنقول لكم اللي نسيت سميتها. اللي نسيت سميتها نقول لكم خوتي خواتاتي سمحوا لي، رانا مسلمه عليكم كاملين وحده وحده وواحد واحد، ونقول لكم البنات هلا خطيكم بنياتي تاع الجزائر، هلا خطيكم الله يكبر بكم، ونقول لكم شكرا لكم البنات تاع الجزائر. اليوم بنياتي وليداتي انا ندير شويه كرعين بالحمص، ثم مالي الخير كرعين بالحمص، ثم مالي الخير غادي ندير شويه بنياتي وليداتي، ندير شويه برانيه زعلوك بنجال، غنبدا بالبنجال هو الاول حيت الكوكوط باغية تبلع. هنا خوتي خواتاتي دايره شويه زيت الزيتون اللي راه يبان لكم، هنا عندي بنجال مطيشه، قصبر ومعدنوس، عندي النص القصبر والنص النص الحمص والنص البرانية، العطور التوابل كلشي عارف العطور التوابل، ونقول لكم الله يحفظكم بنياتي وليداتي. هذه هي البرانية ديالنا، عندي الحمص الكرعين بالحمص وراه تحنا شوية برانية شوية سلاطة، وهذا هو الغدا ديالنا البسيط خوتي خواتاتي. البرانية رانا منقياها في السلسة، حنا نقولو بودنجال، وتحية لوجادي يقولو البرانية، تحية ليكم كاملين بيكم. تحية لكم الله يحفظكم الله يكبر بكم، تحية كاع الناس اللي عرفوني واللي متبعيني تحية لكم، الله يربي يشافي كل مريض، الله يرحم اللي ماتوا مساكين، الله يربي يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم جميع المسلمين، واللي مريض خوتي الله يربي يشافيه، واللي باغي شي حاجة خوتي الله يربي يسهلو فيها. واللي باغي الولاد اخوتي الله يربي يسهل عليه كل حزانها، واللي باغي يتزوج الله يربي يسهل له شي ولد الناس ولد الناس، الملح اخوتي صفيره شويه حبه حلا شويه فلفل احمر، اللهم لا الخير هي فلفل احمر، هادو خوتي هادي هي البرانية ديالنا خوتي خواتاتي، نديرها دركا نشعل على البوط نديرها، هادي البرانية ديالنا خوتي نديرهم نقص لها البوط ونخليها تحل على خاطرها، وهادو هما الكرعين ديالنا خوتي خواتاتي. انا ولادي راه ما كنبغيوش كرعين، انا درت ثلاثه الفروفا الراجل البشير راه خدام كرعين، راكم عارفين خوتي الا تري وخا تكون بخير الله يرحمها، انا ما كناكلش الكرعين ولادي ما كنبغيوش كرعين، انا عندي العرض ويجل وماما الخير اللي خليتكم مشاهدكم، البشير راه خدام لا جا ياكل معاه ما جاش ما شافنيش، كسر خوتي عندي النص والنص يقربو شويه نديرو حتى فيه هي هي الحلاقه هي ديالها، هنا
هي على خوت هي على خوت هادو هما الفرعين ديالنا خوتي خواتاتي ها الحمد ها انا رجعت معكم خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا قبيله اللي دين تركا المغرفه اول غدا ديالنا بسيط انا غنشارككم معكم خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا نتوما مالين خير كان عندي انا وجدو انا زدت قبيله وحده ممكن ثاني ديال العشير هما الكرعين ديالنا خوتي خواتاتي ورمطان ما نقولش لكم تمام مال الخير هابو تعسلو طابوت الكرعين اخوتي تحلو وهذا راه القصبر راكم عارفين القصبر راه جديد هادو هما الكرعين ديالنا خوتي خواتاتي ها هما الكرعين ديالنا الغدا ديالنا البسيط زعلوك ها هو خوتي اللي شاركت معاكم هو زعلوك ديالنا كيجي واعر خوتي وتيطيب على خاطرو تحية الوردة الحمراء وتحية النونو وتحية النعيمة كما قال ولدي وتحية النونو ما بنتش ليكم معليش هذا هو الغدا ديالنا خوتي البسيط هذا هو غدانا تاع دركا نتوما مولين خير ايوا شويه د الليل شويه بطيخ مخلط بالمناضه شويه زعلوك شويه زيتون حار وهذا هو غدانا خوتي خواتاتي المشاهدين قلت البطيخ وهذا هو غدانا خوتي خواتاتي غدانا البسيط نشاركو معكم حياتنا والله يخطيكم الله يكبر بيكم والبنات اللي دخلوا عندي قبيله في الفيديو اللي حطيت البارح لكم شكرا لكم الله يكثر خيركم الله يكبر بيكم وهذا هو الغدا ديالنا خوتي البسيط راه مسلمة عليكم جا معاسل خوتي ندوق انا موليت معاكم دوقين واشكم حمص زبده خوتي بالحال طعم عطيتو شويه بكري ونقصتو نتوما من الخير وهذا هو غدانا البسيط خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في رسالكم نقول لهم حتى انا هذا هو الغدا ديالنا خوتي السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين ها ولدي يقول لكم عليكم ولا بالسلام عليكم سلم على وردة حمراء ونونو يا السلام عليكم خوتي